السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة. في الفيديو هذه ان شاء الله راح نشوفوا كيفاش ننستاليو جافا في اوبونتو لينكس لا فيرسيون 20.04. بون فيرسيون 20.04 فيرسيون تاع اوبونتو. دونك واش راح نشوفوا في الفيديو هذه كامل؟ راح نشوفوا كيفاش ننستاليو جافا، ومن بعد راح نشوفوا كيفاش ننستاليو بليزيور فيرسيون تاع جافا، ومن بعد راح نشوفوا كيفاش نسويتشيو ولا نبرميتيو ما بين لي فيرسيون هادو كيما نحبو حنايا. صادير كي نحبو لو سيستيم يمشي بار اكزومبل بلا فيرسيون 8 نديروه يمشي بلا فيرسيون 8، وكي نحبو نديروه يمشي فيرسيون واحد اخرى فيرسيون 11 ولا نبدلوه باش يمشي بلا فيرسيون 11 بار اكزومبل. بون ديجا وعلاش نستاليو جافا في ان سيستيم سوا جافا سوا ويندوز ولا لينكس؟ انستاليو جافا باسكو كاين دي زابليكاسيون ولا دي لوجيسيال لي مخدومين بالجافا ولا يحتاجو دي بيبليوتيك جافا. دونك على هذيك لازم لهم ان انفيرونمون جافا باش يتنستالاو فيه. سكون ابل اوسي لا ماشين فيرتويال جافا، داكور؟ تما لوجيسيال كي يجيو تلونسيو هما يلقاش جافا يقولك كاين بروبليم ولا يقولك جافا ما كانش. دي فوا جيت تنستالي ان لوجيسيال يقولك لازم لك تابغريدي الجافا نتاعك، لازم تنستالي اون فيرسيون بلو ريسونت تاع جافا بويسك جافا تاعك قديم، داكور؟ دونك هذه هي لا ريزون اللي تخلينا ننستاليو جافا في لي سيستيم ديكسبلوطاسيون تاعنا كو سوا لينكس ولا ويندوز ولا اوتر سيستيم، داكور؟ فوالا. دونك اول حاجه نديرها راح نديرها قبل ما ننستاليو جافا راح ندير ميزاجور السيستم تاعي. دونك تعرفوا كيفاش نورمالمون لا كوموند اللي دير ميزاجور السيستم هي sudo apt update. دونك ندير لا كوموند تاعي، ندير اونتري، دونك هاو يا فيشي لي وركينغ تسمو يخدم. نورمالمون لا كوموند هذه ما تديش بزاف وقت، بالك نص دقيقه والله. بون لا كوموند هذه بيان سور تحتاج انترنت، دونك لازمكم تكونوا كونيكتي ا انترنت سينو ما يقدرش يدير ميزاجور. راه يافيشي سيرتان زيرور، بالك كاين دي ليا ما يمشيوش ولا ما قدرش يكونيكتي لهم. اسبيرون برك ما يكونش بروبليم في الانترنت. فوالا نورمالمون قريب يكمل. فوالا كاين سيرتان زيرور بصح ما يهمناش، ليسونسيال انا لونسيت لا كوموند تاعي دو ميزاجور. الحاجة المليحة كي تكونوا تخدموا هكا بلي كوموند فنتر دو كوموند تشوفوا حوايج لي نورمالمون يصرا في الباك جراوند، بصح حنا اون طونك انفورماتيسيان نحبوا نشوفوا الديتاي. قال سي تيلي شارجي تال فيشي، صرا تيرور في تال تيلي شارجمون ولا في تال انستالاسيون، تسمى تشوفوا لي ديتاي. بار كونتر كي تروح بار اكزومبل تلونسي من اون فنتر جرافيك وتكليكي على ماتر اجور ما على بالكش واش صرا داريير، داكور؟ دونك حنا اون طونك انفورماتيسيان مليح لنا نشوفوا لي ديتاي باش نتعلموا. اللي حاب يتعلم بيان سور، اللي مش حاب يتعلم عليك حاجه واحده اخرى. دونك هذه سلا بروميير كوموند. لا دوزيام كوموند اللي راح نديرها هي الانستالاسيون تاع جافا لا فيرسيون 11. دونك لا فيرسيون اللي راح نستاليوها الاولى هي لا فيرسيون 11. كيفاش ندير؟ ندير sudo apt install openjdk 11. دونك هذا هو لو نون تاع لو باكاج openjdk تيري 11 تيري جيديكا. نسيزي لا كوموند تاعي وندير اونتري. فوالا او يقول لي هنايا دو يو وونت، بون ديجا يقول له افتر ذيس اوبيريشن 418 ميجا اوف اديشنال ديسك سبيس ويل بي يوزد. يعني الانستالاسيون هذه تاع جافا 11 تحتاج 418 ميجا ديسباس، وراح يتيليشارجي 263 ميجا. دونك هو يقول لي دو يو وانت كونتينيو، نقول له يس ايغريك اونتري. فوالا دوك يبدا تيلي شارجمون. بون بيان سور تيلي شارجمون راح يدي شويه وقت. سا ديبون على لا كونيكسيون تاعكم.
كي ما انا عندي 2 ميجا دونك ماكسيموم تاع تيليشارجمون تاعي سي هكداك 240 250 كيلو اوكتي بار سكوند، دونك راح تدي بالك 20 مينوت هكداك لوبيراسيون. دونك واش راح ندير انايا باش ما تطولش بزاف لا فيديو، باش ما تجيش طويله، باش ما نخليكمش تستناو بزاف، راح ندير بوز لا فيديو وكي كملت تيليشارجمون نكملوا لا فيديو ان شاء الله. فوالا تيليشارجمون راهو الحق 98% تما قريب يكمل نورمالمون. واحد 10 سكوند هكذاك فوالا. دونك تيليشارجا دونك يبدا ينستالي، دونك يكستراكتي لو باكاج ويبدا ينستالي فيه. فوالا كيما راكم تشوفوا او يكتب هنا ان باكين. ان باكين سافو دير اكستراكتي لو باكاج لي تيليشارجا. فوالا يدير ليكستراكسيون اي ليكزيكسيون تاع لو باكاج. دونك هادي سي لا بروغريسيون دو لانستالاسيون. واش كنا نشوفو قبل سي لا بروغريسيون، سيتي لا بروغريسيون دو تيليشارجمون. هذا نورمالمون ما يطولش كلكو سكوند. دونك راه الحق 75%. فوالا نورمالمون كمل. فوالا دونك تيليشارجمون اي انستالاسيون تاع جافا فيرسيون 11 كملت. دوكا كيفاش نفيريفيو بلي جافا فيرسيون 11 سي بيان انستالي؟ ديرو هاد لا كوموند، اكتبو جافا موان فيرسيون، ديرو اونتري. فوالا ها يقول لي هنا اوبن جي دي كا فيرسيون 11.0.8، دونك هذه هي لا فيرسيون لي انستاليناه. داكور فوالا. دونك لوبجيكتيف الاول سي بيان رياليزي. دوكا نروحو للحاجه الثانيه، قلنا نستاليو لا فيرسيون واحده اخرى تاع جافا. نستاليو باغ اكزومبل لا فيرسيون 14 اللي هي نورمالمون لا ديرنيير فيرسيون تاع جافا في لو مومون دونجيسترومون تاع هاد لا فيديو. دوكا لا فيرسيون 14 نستاليوها بطريقه واحده اخرى، ما نديروش ابت جيت، ما نديروش سودو ابت انستال جافا 14. نقدر ندير هكذا، اللي حاب يدير هكذا يدير. حبيت نوريكم طريقه اخرى تاع تاع الانستالاسيون، تيليشارجيو لو باكاج داكور، ومن بعد نيكستراكتيوه لوكالمون و انستاليوه. داكور لا كوموند اللي دير ليكستراكسيون هي لا كوموند دبليو في جيت. دونك نديرو هكذا دبليو في جيت، نمدولها كلكو زوبسيون، نمدولها لو ليان دو تيليشارجمون تاع لو باكاج. نسيو هاد لا كوموند بون. واش هو يقول لي هنا ايرور 404 نوت فاوند، دونك راه يقول لي بلي ما لقاش هاد لو باكاج. دونك بروبليم وين راه؟ بروبليم في لو ليان هذا، لو ليان هذا اللي هو ان باكاج دي بي ان، ليكستنسيون تاعو راكم تشوفوا دي او بي. دونك نحي هاد لو ليان من لا كوموند تاعي و نرومبلاسيه بان ليان كوريكت. دونك نحوس على ان ليان بون، تقدروا تلقاو لو ليان في السيت تاع اوراكل. تروحوا لاوراكل تيليشارجمون جافا
تحوسوا على لو فيشي ديبيان دانستالاسيون، تهزلوا ليه نتاعو وتحطوه في لا كوموند. دونك انا اللي لقيته نورمالمون، دونك نكوليه ديريكتومون. فوالا جوست كاينه حاجه، ماذا بيا تيليشارجمون هذا يزيبو يحطهولي في الدوسي، يحطهولي في الدوسي داونلودز. دونك واش ندير؟ ندير بون ندير سي دي فاسي واش كاين في الاخر. ندير سي دي سلاش داونلودز اش هاوم اش داونلودز. فوالا راني في داونلودز. دونك هذا واش فيها. دونك نعاود لا كوموند تاعي، فوالا فوالا. دونك هكذا وي تيليشارجي لي في جافا فيرسيون 14.0.2. دونك لو فيشي هذا جو سي با شحال فيه، نورمالمون فيه فيرسيون 60 جيجا هكذاك، 155 حتى ميجا باردون، 155 حتى 160 ميجا. دونك كيما راكم تشوفوا راه تيليشارجي 3 ميجا منهم. دونك لوبيراسيون راح تدي واحد 15 حتى 20 مينوت. دونك نديرو بوز كالعادة، نديرو بوز وكي كمل تيليشارجمون نشوفو كيفاش ننستاليوه. داكور بون، كيما راكم تشوفو لو فيشي تاعنا جي دي كا 14 كمل تيليشارجمون تاعو. دونك كي ديرو ls هاوليكم لو فيشي جي دي كا 14.0.2. دونك كيفاش ننستاليو هاد لو باكاج؟ دونك نيكزيكيتيو لا كوموند سويفونت، هذه هي لا كوموند. جوست نكوريجي برك لو فيشي بيسك هذه لا فيرسيون 2. دونك لي فيشي اسمو جي دي كا 14.0.2. فوالا. دونك نيكسبليكي لكم هاد لا كوموند واش معناتها. بون سودو على بالكم بلي سا فو دير لا كوموند هادي راح تيكزيكوتا اون مود سوبر يوتيليزاتور. دي بي كا جي هادي واش معناتها؟ معناتها دي باكاج، شغل سي ليكيفالون تاع اكستراكتي، يعني اكستراكتي ليكستراكسيون تاع لو باكاج هذا. موان اي سا فو دير انستالي، اي تاع انستالي يعني دير ليكستراكسيون و تنستالي. واش من فيشي؟ هاد لو فيشي. داكور دونك نديرو اونتري باش نيكزيكوتيو هاد لا كوموند. دونك هاو كاتب لنا هنايا prepare into unpack. unpack سافو دير extract extraction. unpacking تسمى ويدير في الاكستراكسيون. دونك لوبيراسيون راح تدي شويه وقت. دونك حنا راح نستاليو لا فيرسيون 14 هذه، وساشون بلي عندنا ديجا لا فيرسيون 11. دونك دوك نشوفو كومون سا فا سباسي. دونك دار ان باك ومن بعد سيت اب، يعني سيت اب يعني انستاليها. دونك هادي سي بون سي انستالي. دوك نسييو نديرو جافا موان فيرسيون. دونك كيما راكم تشوفو هنايا مازالو يخدم بلا فيرسيون 11، ماهوش يخدم بلا فيرسيون 14. علاش؟ باسكو حنا انستالينا لا فيرسيون 14 بصح ما قلنالوش اخدم بلا فيرسيون 14، تسمى لازم حتى نقولولو. داكور دونك دوكا لازم نديرو حاجة برك باش نقدرو من بعد نسويتشيو ما بين لي فيرسيون 11 و 14. لازم نديرو حاجة، لازم نيكزيكيتيو هاد لا كوموند. هاد لا كوموند ابديت alternatives سا فو دير راح نستاليو لا فيرسيون 14 هادي كوميتون اون alternative لا فيرسيون 11. داكور دونك واش نديرو؟ نعطيولها لو شومان تاعها. دونك لو شومان تاع لا فيرسيون تاعنا هو USR lib gvm gdk 14.0.2.
puisque 0.1, on a installé 0.2 slash bin slash java. Donc, il y a le chemin de la version 14. Qui va savoir le chemin de la version 14? Parce que Java est installé dans le dossier. Il est installé dans USR, lib, JVM, JVM, Java Virtual Machine, slash l'esm de la version, slash bin, slash Java. Mais il y a des choses qui sont la priorité de la version. Donc, qui dit entrée? يقول لي هنا enable to create file permission denied. علاه refuser لي هاد لوبيراسيون باسكو مانيش نيكزيكوتيفيها ان طونك سوبر يوتيليزاتور. دونك لازم نيكزيكوتيها ان طونك سوبر يوتيليزاتور. دونك ندير sudo update فوالا دوكا اكزيكوتيها نورمال داكور. دونك كي يقول لكم permission denied ديروا sudo في الديبي تاع لا كوموند. Donc voilà, qui exécute la commande, ça veut dire installe la version 14 comme étant une alternative à la version 11 de Java. Donc nous devons switcher entre le 11 et le 14. Donc la question qui se pose, qui fait switcher entre les deux versions? Donc tout simplement, c'est mieux la commande. Allez, update alternatives config Java. Donc dire entrée. Je vais vous dire ما فيش لي دي فيرسيون تاع جافا وراح يقول لي press enter to keep the current choice or type selection number. لا فيرسيون اللي راه قدامها ايطوال هي لا فيرسيون تاع جافا انستالي دركا اللي راه يخدم بها السيستم. او يقول لي اذا راك حاب تقاردي هاد لا فيرسيون دير اونتري وخلاص اونتري برك. واذا راك حاب تبدل لا فيرسيون دير الان ولا دو اكتب الاسم تاع لا فيرسيون. حنا حابين نروحو لا فيرسيون هذه جي دي كا 14. دونك نكتب هنا 2 ندير 2 اونتري او يقول لي بيرميشن دينايد. دونك لازم ندير sudo. دونك ندير sudo دونك نفس البروبليم تاع قبيل ومن بعد ندير 2 باش يروح لا فيرسيون 14. دونك او يقول لي سي بون راني نخدم بلا فيرسيون 14. بغيت نتاكد بلي راهو يخدم بلا فيرسيون 14. دونك ندير جافا موا فيرسيون هاو يقول لي هنا 14 جافا فيرسيون 14.0.2. دونك هي مشات. نحب نرجع لا فيرسيون 11 ندير لا ميم شوز. نعاود ندير هذه ونخير 0 داكور. نخير 0 كي نعاود ندير جافا موان فيرسيون راح يخرج لي 11 داكور. لا ميم شوز نحب نرجع لل 14 ندير 2 هاو رجع لي لل 14 d'accord. Donc voilà, hakda t'installe ou Java ou hakda switchi ou même bien les versions de Java. C'est tout pour le moment. Donc il y a des questions, laissez-les dans les commentaires et à la prochaine vidéo inchallah. Salam alaikum.